بعض وقت انه يجازف على الاطارات الانترميديت على حلبه هاملتون لحاله ليش المرسيدس ما ردوا هاملتون لحاله راح ينطلق هاملتون راح ينطلق لحاله من خط البدايه نهايه اذا عم نشوف حاليا هاملتون سيكون الوحيد راح ياخذ انطلاقه السباق طلعوا هذا هو لويس هاملتون اذا الاضواء في هذه الاثناء انطفأت اذا الاضواء وانطلق لويس هاملتون وحيدا في هذه الاثناء لاحظوا كل السيارات